بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، تهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم ما بعد، فلا زال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصغير لسيدي أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه بأدلته النقلية. وما زلنا في مبطلات الصلاة، وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: وبطلت برفضها وبتعمد ترك ركن وزيادة ركن فعلي وأكل وشرب وكلام لغير إصلاحها، وإلا فبكثير، وتصويت أو تصويت ونفخ وقيء وسلام حال شكه في الإتمام، وإن بان له الكمال. وذكرنا في الدرس الماضي بطلان الصلاة برفض النية، وبطلت الصلاة برفضها، وذكرنا أن معنى الرفض يعني نية الإبطال. يعني واحد مثلا شك في الوضوء وهو يصلي، فأراد أن يقطع الصلاة، يعني رفض الصلاة ونوى الخروج منها، ثم يعني ظهر له أنه متوضئ، فهذا يجب عليه أن يقطع الصلاة وأن يستأنف لأنها بطلت، يعني ينوي من جديد إن كان في الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الأخيرة. أن بعض الناس أحيانا يعني يشك في الإيه؟ يشك في الوضوء، هل أنا متوضئ أو لا، فيرفض الصلاة وينوي الخروج منها، ثم يخطر له أنه متوضئ، فهنا لا يصلح أنه إيه؟ يكمل الصلاة. ليه؟ لأنه نية الرفض، يعني نية رفض الصلاة مبطلة حتى لو ظهر أنه متوضئ. عملنا تنظير للمسألة، قلنا في الوضوء واحد مثلا بيتوضأ ثم أراد أن يرفض الوضوء ورفضه بالفعل، بمعنى أنه مثلا حس أنه ريح خارج فانتظر يخرج مثلا، ما خرجش، لكنه رفض الوضوء، نوى إبطال الوضوء علشان يستأنف من جديد، فما خرجش الريح مثلا اللي كان يريد إخراجه لم يخرج، يبقى إذن بطل ما فعله من الوضوء حتى ولو عند غسل الرجلين، ما دام نوى رفض الوضوء يبقى رفض الوضوء.
تبطل الصلاة برفض الايه؟ النية، ويبطل الوضوء برفض النية، من مبطلات الوضوء ومن مبطلات الصلاة، يسموه العلماء رفض النية، وبطلت برفضها، يعني نية الإبطال، نية إبطال العبادة. لو واحد قال أبطلت صومي في نهار رمضان بطل الصوم، أبطل الوضوء، نوى أن يبطل الوضوء بإخراج الريح فلم يخرج بطل إيه؟ بطل الوضوء. كذلك شك في الوضوء وهو يصلي فنوى إبطال الصلاة، يعني هيستأنفها من جديد، ثم تأكد إيه؟ من هو متوضئ، لكن خلاص مجرد نية الإبطال بطلت الإيه؟ بطلت الصلاة. يعني كأنه يلغي ما فعل، إن كان ركعة اثنين ثلاثة، لو في الرابعة يبقى كأنه لسه إيه؟ أول ركعة بالنسبة له، يبقى ينوي من جديد ويدخل في الصلاة. وبتعمد ركن، ترك ركن من أركانها المتقدمة. طبعا المتعمد العلماء طبعا يفترضون المحال كما يقولون، يعني مفيش حد بيصلي ويتعمد أن يدخل الصلاة بغير تكبيرة الإحرام مثلا، أو يدخل ولا يقرأ الفاتح، يقرأ سورة مكانها مثلا، أو يترك الركوع أو الرفع أو السجدة أو الرفع. فده طبعا ده كل دي مبتلات للصلاة، لأن دي أركان ولا تجبر بسجود السهو، لأن الركن حتى لو تركه الإنسان عمدا لابد أن يأتي به كما سيأتي في سجود السهو، حتى لو نسي الركوع وسجد لازم يقوم من السجود ويقف ويقرأ شيئا من القرآن، قل هو الله أحد إنا أعطيناك الكوثر، ثم يركع ليقع الركوع بعد إيه؟ بعد القراءة. يعني حتى لو تركه سهوا لابد أن يأتي به، يرجع في الأركان بالذات. يعني الأركان لا تصح الصلاة بدونها، لا عمدا ولا سهوا، فإذا ترك عمدا بطلت الصلاة، إذا ترك سهوا لازم يرجع للركن ويأتي به. هذا الفرق بين السنة وبين الركن، لابد أن يأتي به. السنة يسجد لها قبل السلام مثلا في النص، وإن زاد شيئا من أفعال الصلاة يسجد له بعد إيه؟ بعد السلام. لكن ترك زيادة ركن فعلي زي الطمأنينة والاعتدال، هو ده اللي عايز التركيز، الطمأنينة والاعتدال، ركنان. مش عايز أقول يعني 80% من الناس أو 90، الركنان هذان متروكان. أنت بتشوف طبعا صلاة الناس، وخصوصا الذين لا يحضرون مجالس العلم، أنت تصلي ركعة وهو يصلي العشاء، يصلي عليك العشاء ركعة واحدة بس، أنت يعني المتفقه يصلي ركعة واحدة، واللي ما عندوش فكر يصلي أربع ركعات عليه. ليه؟ ما فيش طمأنينة ولا اعتدال، يعني تسبيحة في الركوع وما يعتدلش، يعني سمع الله لمن حمده قبل ما تستقر أعضاءه يكون في الأرض تاني، قبل ما يحط جبهته على الأرض تلاقيه قام يعني ويرجع تاني. يعني هذان الركنان مبطلان للصلاة، الطمأنينة والاعتدال، لأن من مبطلات الصلاة تعمد ترك ركن فعل. وخلي بالك في قاعدة عند الفقهاء يقولوا إيه؟ العامد كالجاهل أو الجاهل كالعامد، حكمهما واحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر المسيء في صلاته، الذي كان لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود، يعني كان ينقر الصلاة كنقر الديك، يعني كان يركع بسرعة ويرفع ويسجد بسرعة ويرفع،
وثلاث مرات عندما يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات، ثم اعترف بالجهل وقال يا رسول الله لا أحسن غيره، عذره صلى الله عليه وسلم في الثلاث مرات ما عذروش، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولما اعترف بعدم العلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن ركعة ثم ارفع حتى تطمئن رافعة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى ركنان حدث من هذا الصحابي، صحابي لسه ظاهر داخل في الإسلام جديد أعرابي ما يعرفش، فصلى على حسب معرفته ثم اعترف وقال لا أحسن غيره. من هنا استنبط العلماء أن الجاهل كالعامد، الجاهل كالعامد يعني كالذي يترك الشيء عمدا، فكلاهما صلاته باطلة. ولذلك العلماء يقولون ولا يعذر الجاهل بجهل، ولا يعذر الجاهل بجهل، دائما ينص كده ولا يعذر الجاهل بجهل. أنا بركز على الطمأنينة والاعتدال لأنه ما فيش حد متصور إنه يترك ركوع أو رفع أو سجود أو رفع، هذا غير متصور. لكن المتصور اللي هو اللي وقع فيه الأعراب اللي هو ترك الطمأنينة وترك الاعتدال. والطمأنينة كان هي استقرار الأعضاء وسكونها زمنا ما، يعني يركع يسبح ثلاثا يتنفس بين كل تسبيحة، يعني يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا وقال إذا ركع أحدكم فقال في سجوده سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوع وذلك أدناه، وقال مثل ذلك في السجود فقد تم سجوده وذلك أدناه. يبقى مقدار الطمأنينة ثلاث تسبيحات ويزيد تسبيحتين يبقوا خمسة، علشان الزيادة على الطمأنينة سنة. لكن اللي بيحط راسه في الأرض يقول سبحان ربي الأعلى ويقوم، أو يركع سبحان ربي العظيم ويقوم، يبقى فين عدل؟ فين الثلاث تسبيحات التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم؟ هو ده ضابط ضابط، وذلك أدناه. وبعدين العلماء قالوا مش بسرعة، يعني يسبح ثلاثة لكن يقولها سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي، دي تسبيحة واحدة، يبقى كده طمأنينة بتسبيحة واحدة، يبقى مفيش طمأنينة، يبقى لم يطمئن أصلا. وبعدين قلنا المحافظة على السنن القولية لما يقول سمع الله لمن حمده ويقف اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا الطمأنينة، هو واقف دي طمأنينة كده. ثم يركع يبدأ التكبير من فوق الله أكبر، لكن هو يقول سمع الله لمن حمده، دي بيقولها بسرعة، وبعد ما يركع يقول الله أكبر. وفي السجود نفس النظام، تلقى سمع الله لمن حمده الله أكبر وهو في الأرض بدون اعتدال، بدون اعتدال، حتى لو اعتدل ظهره لكن لم يطمئن، لأن ده ركن وده ركن، ممكن يعتدل ولا يطمئن، وممكن يطمئن ولا يعتدل، يعني يرفع من الركوع وهو لسه ما انتصرش،
يعني تلاقي ناس كثيرة ايه يبص على الإمام، يعني هو رفع مع الإمام لكن لم ينتصب، مهيأ ليه؟ للنزول، يبقى اطمئن لكن منحني، ما كملش الايه؟ الانتصار، يعني الظهر لم ينتصب قائما، وانما هو ايه؟ مهيأ لانه ينزل بسرعه، فمستني الامام، كانه هيسابق الامام. ما انت مأموم ازاي؟ لما انت عايز تسبق الامام يبقى ايه؟ انت لست مأموم. زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام للرجل ان هو بيسبق الامام، لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت. لا انت مصلي لوحدك ولا انت ماشي مع الامام، يعني انت عايز ايه؟ عايز تسبق الامام، تروح فين يعني؟ بخلاف زياده ركن قولي. وأركان الصلاة القولية ثلاثة: تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام. يعني لو واحد مثلا كبر مرتين، يعني الله أكبر، وبعدين قالها مرتين الله أكبر، كبر مرتين ما فيش حاجة. واحد مثلا قرأ الفاتحة مرتين، يعني حتى لو عمدا لكن الصلاة صحيحة، بس يأسف لو تعمد يقرأ الفاتحة مرتين يأسف. لكن لو واحد مثلا قرأها سرا في العشاء أو المغرب أو الصبح وأعادها جهرا، دي من السنة أنه يعيدها جهرا ما دام ما ركعش، يعيدها جهرا ويسجد بعد السلام، ما فيش مشكلة. كذلك السلام، بعد ما قال السلام عليكم قال السلام عليكم تاني على اليمين برضه، ونوى بها تسليمة التحليل، فلا شيء عليه، يعني سواء عمدا أو سواء اللي هو التكرار، الركن القولي، كرر تكبيرة الإحرام، كرر الفاتحة، كرر السلام، صلاة صحيحة. السلام خرج من الصلاة ايوه، مجرد ما قال السلام عليكم خلاص. لكن افرض كرر هو، يعني الصلاه صحيحه، لكن ركع مرتين سجد ثلاثه يبقى صلاته غلط. هذا الفرق بين تكرار الركن القولي والركن الفعلي. قال إلا أنه لا يتأتى زيادة مجرد اعتدال أو طمأنينة أو مجرد قيام لتكبيرة الإحرام أو فاتحة، يعني هذه الأشياء لا تتأتى، يعني لا تتصور، يعني محدش هيزيد في الاعتدال لأنه يعتدل إيه؟ ما هو معتدل، ما يقدرش يزيد عن إيه؟ عن كونه معتدل. الطمأنينة طبعا مهما زاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يركع بنحو سورة البقرة ويعتدل بنحوها، يعني يفضل واقف للذكر والدعاء مقدار سورة البقرة في صلاة الليل. فالتطويل في الاعتدال محمود، أو بين السجدتين يطول ما شاء، ما دام بيدعو يطول ما شاء. يبقى فرجع الامر الى الامر في البطلان، يعني الى زياده ركوع او سجود، ويلزم منها زياده رفع، يعني اللي هيركع مرتين يبقى هيرفع مرتين، واللي هيسجد اكثر من ركع من سجدتين هيزيد رفع، السجود والرفع منه، يبقى هيزيد ايه؟ يزيد ركنين لو سجد. وكذا تبطل بتعمد زيادة تشهد بعد الأولى أو الثالثة من جلوس. لو تعمد أن يتشهد بعد الركعة الأولى أو الثالثة عمدا تبطل. ليه؟ لأنه مش زاد تشهد، زاد جلوسا،
زاد جلوس، والجلوس ده ركن فعلي، لأنه الجلوس بين السجدتين ركن. فلو هو جاء بعد الركعة الأولى وتعمد أو جهل وتشهد بعد الأولى عمدا أو جهلا، صلاته إيه؟ باطلة. مش باطلة بزيادة التشهد، لا، باطلة بزيادة الجلوس، وفي إخلال بهيئة إيه؟ الصلاة، لأن الصلاة فيها جلوس واحد في الوسط، هو جلس ثلاثة بعد الأولى أو بعد الثالثة. يبقى هنا البطلان جاء منين؟ من زيادة الجلوس، وهو ركن من أركان الصلاة الفعلية، اللي هو الجلوس بين السجدتين. فده يشبه الجلوس بين السجدتين، فزيادة شيء فعلي، زيادة شيء فعلي أخلى بهيئة الصلاة. هذا معنى وكذا تبطل بتعمد زيادة تشهد بعد الأولى والثالثة. من جلوس قال وبتعمد أكل ولو لقمة يمضغها، وبتعمد شرب ولو قل. يعني لو واحد تعمد أن يأكل أثناء الصلاة ممكن الجاهل يعملها، يعني واحد بيصلي مثلا ويجي بلا حجارة وهو يصلي في البيت فأخذها وأكلها، البلحة دي تعتبر مقدار لقمة، قال ولو لقمة يمضغها، أو ليه كسرة عيش وهو مثلا يتشهد فأكلها. فكر يعني الصلاة يجوز فيها الأكل فأكل، أو بجوار مية وهو عطشان فقاعد بيتشهد راح واخد ايه ميه شرب وحط الايه الكوبايه، ده عمدا هذا يبطل الصلاه. لكن سهوا، يعني لو واحد سهى والميه جاره سهى عن انه يصلي، ادي معنى السهو، سهى عن كونه يصلي فاخذ ايه الماء وشرب، يبقى يسجد بعد السلام، يسجد بعد الصلاة. لقي بلحة بجوار فأكلها سهوا، سهى أنه يصلي فأكل البلحة وشبع، يبقى يسجد بعد الصلاة. يبقى فرق بين الأكل أو الشرب، احنا بنقول الأكل أو الشرب. لكن لو أكل وشرب معا سهوا بطلت الصلاة، خلي بالك من المسألة. يبقى الأكل وحده ولو لقمة، أو الشرب وحده ولو شربة سهوا يسجد بعد الصلاة، عمدا يبطل الصلاة. طيب الأكل والشرب معا، يعني أكل البلحة وشرب سهوا بطلت الصلاة. يبقى اجتماع الأكل والشرب سهوا مبطل للصلاة، انفرادهما سهوا يسجد بعد السلام، لكن تعمد أكل أو شرب بطلت الصلاة. نعم ايوه، ما هو يعني بعض الناس نبهنا عليها قبل ذلك، قلنا في الافطار في رمضان احيانا الواحد مثلا كان بلحتين واقاموا عليه الصلاه فيروح حاطط الايه الثالثه في فمه ويقول الله اكبر ويكمل والامام بيقرا الفاتحه والسوره. ادي الاكل اللي هو اكل بس ده عمدا او جهلا، هو عمدا طبعا لكن جاهل انها ان الاكل يبطل الصلاه، الجهل جاي من هنا، فكر انه ايه ما فيش حاجه ان الواحد ايه
يكمل البلحة يكملها يأكلها ويبلعها والإمام بيقرأ الفاتحة. فما هو أنت المفروض يعني بدل ما تأكل يبقى تستنى لغاية ما الإمام يركع. إيه المشكلة؟ كمل أكلك. إن كنت تأكل ثلاثة أربعة خمسة ثلاثة أو خمسة أو سبعة لغاية ما الإمام يركع، لكن ما تخش الصلاة وأنت بتأكل. يعني هذا يتنافي. وبعدين لو واحد بيصلي وحده الحروف نفسها لا تخرج. يعني لو انت في فم في بلح ما تعرفش تقرا الفاتحه والسور يمنع. طبعا يعني حمل الشيء في الفم الذي يمنع مخارج الحروف هذا مبطل للصلاه. لا لا، احنا بنقول اكل، لكن بلع ما بين الاسنان ولو قدر الحمصة يعني غير مبطل لا للصلاة ولا للصيام. بلع ما بين الاسنان يعني لو حاجة كده زي الذرة او زي الحمصة مثلا بين اسنان فبلعها مثلا في صلاة الصبح في رمضان يبقى صيامه صحيح وصلاته ايه؟ وصلاته صحيح. لأن ده ليس أكلا. ليس أكلا. لكن اللي في معنى الشرب اللي هو القلس. دي مسألة مهمة برضه. القلس لما في الحر لما الإنسان يشرب مية كتير فيجي يركع بقه يتملي ايه؟ مية. يبقى ده يجب عليه انه يتلقى الميه دي في الكم عشان طبعا المسح. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يعني يدفن في ثوبه ويعرفه هكذا. يبقى لو الفم اتملى ميه في رمضان مثلا وانت راكع يبقى لو بلعت بطلت الصلاه وبطل الصوم. ليه؟ لانه ده شرب انت بوقك مليان ميه. يبقى لو بلعت شربت يبقى الصلاه ايه؟ بطل. والصوم بطل. ده كمان في التعمد عليه عندنا في المالكيه القضاء والكفاره. لو تعمد انه يشرب القلس اللي هو ايه؟ ملأ الفم يبقى هو يجب عليه ان يخرجه عشان يحافظ على الصوم ويحافظ على صحة الصلاة. أو ده هذه برضه من ضمن إيه؟ واحد يقول لك كيف الواحد يشرب في الصلاة أهو؟ يعني شرب بكه اتملى مية فشرب يبقى بطل الصوم وبطل الصلاة. حاجات كلها بتحصل دي لكن مع الجهل طبعا بتعدي. يعني لا بيعيد الصلاة ولا بيعيد الصيام. مفكر إن هو يعني مفيش حاجة يعني. وبتعمد كلام يعني تبطل بتعمد كلام ولو كلمة أجنبية. نحن نعم أو لا لمن سأله عن شيء. والأصل في هذا قصة سيدنا معاوية ابن الحكم. معاوية بن الحكم السلمي كما رواه أبو داود وابن حبان والنسائي. قصة سيدنا معاوية بن الحكم واحد عطس في الصلاة. سيدنا معاوية ما عرفش طبعا وكان الصحابة يتكلمون في الصلاة كانوا يتكلمون. يعني سيدنا عبد الرحمن بن سمرة في البخاري قال كنا نتكلم في الصلاة. كنا نتكلم في الصلاة. كان الواحد يأتي ويقول مثلا
في أي ركعة أنتم؟ واحد يقول له في الأولى، في الثانية، في الكلام. حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، يعني ساكتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فهو المهم من سيدنا معاوية قال للرجل: يرحمك الله. فأخذ الصحابة يرمقونه بعيونهم يعني، وينظرون إليه بشدة. فقال يعني: هو سكل أنبياء، ماذا حدث يعني؟ بس محدش كلمه طبعا. فبعدنا طبعا انتهت الصلاة، يعني جاء به صلى الله عليه وسلم، قال يعني: ما رأيت معلما يعني أحسن منه ولا أرحم منه ولا أعرف منه صلى الله عليه وسلم، لا قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم. فقال لي: إن هذه الصلاة، أو إن صلاتنا هذه، روايتي، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قراءة يعني لا يصلح فيها إلا الذكر فقط، إنما كلام الناس طبعا لا. فطبعا التشميل من كلام الناس مكالمة. ولو أقل كلمة، ولو حرف واحد يعني. برضو دي نقطة مهمة جدا، موضوع الكلام ده بالذات. طبعا الكلام سهوا فيه السجود بعد السلام، يعني واحد مثلا يقول: واحد فين المفتاح مثلا، أو فين الكتاب، أو فين كذا، يقول له: خذه مثلا. سهوا، سهوا عن كونه يسلم. فده طبعا فيه يسجد بعد السلام، الكلام سهوا يسجد بعد السلام. لكن تعمد أو جهل، قال له: خذ الكتاب، قال له: فلان جاء من مصر، قال له: لا، أو نعم جاء، عمدا تبطل الصلاة. قال العلماء له يعني: ذكر شيئا ولو حرفا واحدا، يعني زي مثلا اللي بيتاوى بيقول مثلا، هي الصلاة بطلت لأنه حرف. أو أحيانا مثلا يعني يطلع صوت يقول يعني هاء، هاء ألف، وده أيضا مبطل للصلاة. أيوة، المصمصة، يعني مثلا يستمع إلى قارئ في صوته الجميل يعمل. فده طبعا ده نص عليه العلماء، قالوا لو زن زي النحلة مثلا يعني بفمه، يعني عمل أي صوت يبطل الصلاة. لا، البكاء ده جائز، البكاء والأنين للوجع ده مضطر غصب عنه حتى ولو بصوت جائز، هيجي في الجائزات. لا، ما التصنع ده في القلب عاد احنا ما نعرفوش، احنا بنتكلم على الأحكام الظاهرة. يعني البكاء إذا كان بصوت، إذا كان غصب عنه معذور، أما إذا تصنع مبطل للصلاة إذا كان بصوت. العلماء يعني تكلم عن هذه النقطة يعني. والأنين للوجع برضه، لو أن غصب عنه لا شيء عليه لأنه مضطر. لكن هي نقطة الكلام دي بالذات، والأصوات ولو حرف واحد. نعم، حرف دي ضمن الأشياء يعني يجوز النحنحة ما لم تكسر، ما لم تكسر. لأن النحنحة دي يعني بتأتي لتسليك الصوت يعني.
يبقى في بلغم على الاحبال الصوتيه فبيتحمل، فالنحنحه دي لا شيء فيها. جمالا تكسر وبتعمد كلام ولو كلمه اجنبيه نحو نعم او لا لمن ساله عن شيء، قال لغير اصلاحه، الكلام لغير اصلاحه، والا بان كان لاصلاحه فتبطل بكثيره. كان يسلم الامام من اثنتين او يقوم لخامسه ولم يفهم بالتسبيح او لم يرجع له، يعني لم يرجع الى الرابعه، فقال المأموم انت سلمت من اثنتين او قمت لخامسه، كما وقع في قصه ذي اليدين رضي الله عنه. فان كثر الكلام بما يزيد على الحاجه بطلت. برضو الكلام في الصلاه طبعا له حدود. الاصل قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري: من نابه شيء في الصلاة فليسبح. من نابه شيء في الصلاة فليسبح، يعني من حدث له شيء في الصلاة وأراد التنبيه إليه فليقل سبحان الله. يعني إذا أخطأ الإمام يعني سلم من اثنتين يقول له سبحان الله، ما فهمش يقول له أنت سلمت من اثنتين، قام للخامسة يقول له سبحان الله سبحان الله، إن لم يفهم يقول له قمت للخامسة، مش هيفهم طبعا، وفكر دايم للرابعة فيكلمه عشان يرجع وجوده. لأن ذي اليدين رضي الله عنه سلم صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من اثنتين، والحديث في الصحيح. وقال له سيدنا ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فإنما سرد عليه كل ذلك لم يقل، يعني لا قصر ولا نسيت. قال بعض ذلك قد كان، ذو اليدين بعض ذلك قد كان، يعني إما القصر يا إما النسيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الصحابة قال لهم إيه؟ في الصلاة أحقا ما يقول ذو اليدين، أو أحق هو؟ سؤال. قالوا نعم. فقام صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وسجد بعد السلام سجدتين. يبقى ده أصل جواز الكلام في الصلاة لإصلاحه ما لم يزد عليه. أنت عارف طبعا الناس لما بيحصل سهو في الصلاة يبقى سوء، واحد يقول ده وده التاني يقول كلام وده يقول كلام، لا هو يعني واحد بس، واحد وراء الإمام هو اللي يتكلم، يعني يسبح ويكلمه زي ما ذو اليدين عمل كده. الصحابه ما تكلموش، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سالهم احقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. بس رجع الى يقينهم، رجع الى يقين الصحابه فصلى الركعتين. نكمل الخمسه على ان هو نسي سؤال. لا لا خلاص احنا مش هنتكلم تاني في الخمسه، هاي في السجود السهو هيجي حكم القيام بالخمسه، لكن هي بتتكلم في المبتلات بس، لا عشان ما تدخلناش في موضوع بعيد عنه. يعني ده الكلام الجائز، الكلام الجائز. ليه؟ لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وبمقدار ما حدث في قصة ذي اليدين سؤال وجواب لغاية ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام لليقين، رجع إلى يقين الصحابة بس. لكن أحيانا عادي يختلفوا، ده يقول لا دول هم أربعة ودول يقول ثلاثة، لا ده بخمسة دول،
وتلاقي ايه يعني كلام زي البيع والشراء، طبعا ده ما ينفعش. فالشيخ هنا قال ايه؟ فان كسر الكلام بما يزيد على الحاجة بطلت الصلاة. خلاص. ليه؟ لانها الصلاة يعني لا يصح فيها شيء من كلام الناس. والضرورة تقدر ايه؟ بقدرها كما يقول اهل العلم. الضرورة تقدر بقدرها. فاحنا بمقدار اصلاح صح. تسبيح ما فهمش، تقول انت سلمت من اثنتين. بس. ما يقولوش انت خلي بالك انت مالك انت هبت ليه؟ خلاف من اهل كلام كثير. كلام كثير جدا. محدده بعدد كلام. زي اللي قال بيصلي وبيصلي جهر في الدين. بيصلي جهر في العصر. قال له سر. الإمام قال له إيه؟ اللي قال سر صلاته بطل. طيب يبقى الآن الكلام الناس لا يصنع فيها شيء من كلام. حد قال لك قول الصلاة حكمها إيه؟ هو يقول لك سر، بعدين هم المفروض يقولوا السر ويقولوا سبحان الله. ايوه هو يبدا بالتسبيح. ان لم يفهم كلمه اقرا سرا او انت في صلاه العصر. لكن ايه؟ ما يتكلمش ويقول اللي جاي سر صلاه الله. ولذلك قال ايه؟ وبتعمد تصويت خالٍ عن الحروف كصوت الغار. تعمد تصويت خالٍ من الحروف. يعني عمل صوت يشبه صوت النحلة، صوت الغراب، صوت العصفور. أي صوت. زي ما ضربنا مثلا بال يتساءل ويقول أخ أو يقول حاء. كل ده طبعا إيه؟ يعتبر مبطل للصلاة. وأحيانا الواحد مثلا يقول هو ده برضه إيه؟ تعمد تصويت خالي من الحروف. ايوه برضه الله يفتح عليك برضه الجشاء الجشاء صوت حتى مكروه شرعا يعني لكن لو 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 تجشى لصوت يعني عمل صوت في التكريع يبطل الصلاه ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان. التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. فليكظم ما استطاع، يعني حاول أن يرد التثاؤب. في حديث البخاري إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، نص البخاري. يعني لما يتثاءب يضحك منه الشيطان. يضحك منه الشيطان. ما يخليش الشيطان يضحك عليه. خصوصا إيه؟ لو صوت في الصلاة بطلت الصلاة. وبتعمد نفخ بفم لا بأنف. تعمد النفخ بالفم، يعني واحد يجي ريشه يجي مثلا تراب على مكان من مكان السجود يروح نافخ. هذا ايه عندنا في المالكيه مبطل للصلاه. اما النفخ بالأنف يعني هذا ايه؟ هذا مكروه من مكروهات الصلاه، النفخ بالأنف. لكن بالفم باطل مبطل للصلاة عندنا في المذهب المالكي وعند غيرنا لا يبطل.
هذا والله أعلم ورحمه.